السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله اليوم افضل واحسن ومستعدين للدرس. اليوم عندنا مثل ما قلنا الوحده الثالثه احنا بها، ودرسنا اليوم هو الدرس الرابع من الوحده الثالثه من السيره النبويه الشريفه. السيره النبويه مثل ما قلنا حياه الرسول منذ ولادته حتى وفاته، وشلون كان الدين الاسلامي. انتوا اذكركم مره ثانيه مراحلكم الابتدائيه كلها درستوا عن حياه الرسول من الولد الى ان وصلتوا بعدها لما اعلن الاسلام وصار صاروا الكفار والمشركين يؤذوهم ويعذبوهم. بعد التعذيب وبوقتها احنا حكينا بصف ثالث قلنا بعد ما عذبوهم واذوهم، ولما الرسول امر المجموعه الفقيره اللي استشهدوا من عندها اثنين كان اسمه ياسر وزوجته سميه، لما بلغهم قال لهم سافروا الى هاجروا الى الحبشه لان وايد يتاذون. وقتها هاجروا وبقوا 3 شهور، وبعدها رجعوا الى مكه. وتذكرون بعدها قلنا صار حصار، سووا المشركين عليهم حصار، وصار ب3 سنين هذا الحصار، وتوفت زوجة الرسول به وعم الرسول، وهاي السنه سموها عام الحزن، وبعدها فك الحصار. هسه راح نجي عن شنو موضوعنا، المهاجرون والانصار. انتم تذكرون لما بعد هاي الفترة بعد الحصار بعد فترة وراها الرسول أمر بالهجرة إلى يثرب. تذكرون قلنا يثرب معناها اسمها اللي هي المدينة المنورة. شنو كان اسم مدينة منورة أيام زمان؟ يثرب. صار اسمها المدينة المنورة بعد ما وصلها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهسه راح يتكلم لي بعد ما هاجروا المسلمين ويا حبيبنا محمد كلهم صاروا في يثرب اللي هي اسمها المدينة المنورة، شنو اللي صار؟ تذكرون شلون صارت الهجرة؟ المسلمين أول شيء راحوا، بعدين تذكروها، بعدين حبيبنا محمد لما رادوا المشركين يقتلوه، وابن عمه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام اللي اتمدد بفراشه وافتداه، أحسنت، إذا هاجر هو وصديقه أبو بكر، وبعدها وصل الإمام علي عليه السلام وبعض الأقارب النساء، فتجمعوا كلهم صاروا حاليا في المدينة المنورة. اللي صار الناس الموجودين صار بيهم تسميات المهاجرون والأنصار، هاي بعد ما الكل وصلت إلى المدينة المنورة. المسلمون اللي جايين من مكة المكرمة سموهم المهاجرين، ليش؟ لأن الهجرة معناها سافرت من بلدك إلى بلد آخر حتى تستقر وتعيش فيه. هنا دائما نسمع هجرة هجرة، الهجرة هو أنه تسافر إلى بلد آخر، هذا بلد آخر راح تعيش به، مو رايح سياحة وترجع أو رايح عمل وترجع، لا، أنه أنت خلص ما راح يبقى لك شيء هنا وتروح، فيسموهم المهاجرين. أما المسلمين اللي موجودين هم أصلا بلدهم هي يثرب أو المدينة المنورة سموهم الأنصار. ليش الأنصار؟ ما يقصد مسيحي، يقصد هم الناس اللي أنصروا الإسلام والمسلمين، لأن ذولا من جوي المهاجرين، جوي كل شيء ما جايبين وياهم، لا هدوم، لا أكل، لا فلوس، جوي مهزومين، فذولا المسلمين اللي موجودين بالمدينة المنورة ساعدوهم، تشاركوا وياهم بالأكل وبالهدوم وبالفلوس، فنصروا الدين الإسلامي والمسلمين، فسموهم الأنصار. اللي جوي من مكة شو اسمهم؟ مهاجرين. اللي هم بلدهم المسلمين اللي بلدهم سميوا بالأنصار. المؤاخاة، أنت من تسمع المؤاخاة يعني تذكر الأخ الأخت، المؤاخاة مأخوذة من الأخ والأخت. لما قلنا مهاجرين جوي من بلدهم وذولا جوي كل شيء ما جايبين وياهم، يعني صاروا حتى الغني اللي بيهم صار فقير لأن كل شيء ترك كل أمواله وبيته وكل اللي عندهم ودخلوا للمدينة. الأنصار اللي أنصروهم وقدموا مساعدة، فالدين الإسلامي هو دين محبة وأخوة وتعاون وإيثار، إيثار يعني تفضل مقابلك عليه، حتى أنه بأحد الآيات مذكور بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون أخوة، فالرسول حتى يقوي العلاقات بيناتهم حتى الكل تعيش مرتاحة آخى بين المهاجرين والأنصار. شنو يعني آخى؟ يعني خلى علاقة أخوة بين كل واحد مهاجر وكل واحد من الأنصار. المهاجر اللي جاي ما عنده لا فلوس ولا هدوم ولا أي شيء، واحد من الأنصار اللي عنده بيت وعنده شغل وعنده فلوس راح يشاركون، فهذا الواحد من الأنصار راح يستضيف المهاجر ببيته، راح يعيش وياه ويأكله ويساعده بالهدوم وشوية شوية بالشغل على ما يقوون ويقدرون يكونون نفسهم مرة أخرى، طبعا حتى يقاومون حتى يقوى الإسلام بعد. وبصورة خاصة آخر رسول بين نفسه وبين الإمام
الإمام علي بن أبي طالب، وهما اثنين هم من المهاجرين. الرسول صار المؤاخات بينه وبين ابن عمه الإمام بن أبي طالب اللي هو كان كلش قريب إلى قلبه. رسولنا قدوتنا، نقتدي به، دائما نحاول انه نحقق ما هو كان يتصف به من صفات. يعني انا مو الا قاعد ادور على المهاجرين، واحنا صارت عندنا فتره الناس اللي هاجروا من المحافظات والمسلمين ساعدوا هوايه، فهاي ميزاتنا انه احد اذا متاذي متضرر نساعده وما نتركه. اخلاق نبينا محمد اللي احنا نحبها ونتصف بها، الصدق، الامانه، الكرم، ما يبخل على احد، شجاعته في كل المواقف، متواضع ما متكبر، ما يقول اني نبي ولا تحكي وياي ولا ماكو هيك شيء. رحيم، يساعد الفقراء، ينقهر على الفقراء وينقهر على المرضى وعلى الناس اللي تعبانه ويهتم بيهم، حتى ان الله سبحانه وتعالى قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وانك لعلى خلق عظيم. من قبل ما يكون نبينا محمد نبي، اصلا الكفار والمشركين كانوا يحبوه جدا بسبب اخلاقه العظيمه، حتى انه هم كانوا يسموه الصادق الامين قبل ما يصير رسول ونبي، وهم يعرفون هذا الكلام. اذا احنا نقتدي باخلاق حبيبنا محمد. الان ناتي على المناقشه، مثل كل مره واجبنا فقط المناقشه، ما نروح على الشرح. كتابه اسئله وحلول المناقشه وحفظها، وراح نرسل الورقه على التليجرام ان شاء الله. من هم المهاجرون ومن هم الأنصار؟ قلنا المهاجرون هم المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة، والأنصار هم المسلمين الذي هي بلادهم المدينة المنورة. ما المؤاخاة؟ هي اللي آخر رسول بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، هي علاقة أخوة ومحبة. آخر نبي بين كل رجل من المهاجرين والأنصار. فمن الذي تآخى مع حبيبنا محمد؟ هو الإمام علي، علي بن أبي طالب عليه السلام، اللي هو ابن عم الرسول. صف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا كانوا يلقبونه؟ راح نذكر الصادق، الأمين، المحبة، التسامح، العطف. بماذا كانوا يلقبونه؟ يقصد قبل الإسلام يلقب بالصادق الأمين. هاي كلها حتكون مكتوبة الحلول بالورقة، وواجبنا حيكون بس كتابتها وحفظها. حتى أشوفكم الدرس القادم. السلام عليكم.